شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إجراء انتخابات اللجان النوعية وعددها 14 لجنة لاختيار رئيس اللجنة ووكيليه وأمين سر اللجنة. وعقب انتهاء الأعضاء من التصويت، أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نتيجة انتخابات اللجان النوعية للمجلس. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ضمن جلسات دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول. الجلسة العامة شهدت إجراء انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وعددها 14 لجنة لاختيار رئيس اللجنة ووكيليه وأمين سر اللجنة. رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعلن نتيجة انتخابات اللجان النوعية للمجلس عقب انتهاء الأعضاء من التصويت. هذا وأشاد عدد من رؤساء ووكلاء اللجان المنتخبين بدور المجلس خلال دور الانعقاد الثاني وما أسفر عنه من قرارات عكست الدور المنوط به، بالإضافة إلى دعوة أعضاء اللجان لشرح خطط العمل خلال دور الانعقاد الحالي. بهني مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث، والحقيقة دور الانعقاد الثاني كان ليه أثار كبيرة كلنا لمسناها، يعني عدد من الاقتراحات برغبة يمكن اتحولت لقرارات رئاسية، وده كان بالضبط بيؤدي الدور المنوط به مجلس الشيوخ. احنا هنستكمل فتح الملفات اللي فتحناها السنين اللي فاتوا، سواء في الثقافة، سواء في الإعلام، سواء في السياحة، سواء في الآثار، وهنستكملها مع الجهاز التنفيذي. سندعم أي إنجاز يكون به الجهاز التنفيذي، وأكيد سنلفت نظرهم إلى أي كسور أو أي خلل من أجل أن تستفيد به مصر والشعب المصري. اللجنة الدينية بطبيعة الحال يعني ستدرس كل ما يحال إليها من موضوعات تستحق الدراسة، وفي الوقت نفسه هي تعمل دائما على خدمة المؤسسات الدينية، ويأتي على رأسها الأزهر الشريف بهيئاته المختلفة ووزارة الأوقاف وكذلك دار الإفتاء المصرية وكل ما يتعلق بدور العبادة. وفي ختام الجلسة رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين المقبل لاستكمال أعماله بعد تشكيل اللجان النوعية.